تحية وترحيب بكل السادة المشاهدين، اهلا بحضراتكم معانا مرة تانية. بنرحب طبعا بضيفنا العزيز استاذ بسام الشماع مرة تانية. اهلا بيك. اهلا بيكي. الاقصر من الاماكن اللي انا بحبها جدا حقيقي. طبعا. يعني طبعا. النيل في الاقصر واسوان له شكل مختلف خالص غير النيل اللي قدامنا هنا. فعلا انا فاكره موضوع الكارته ده كويس. طبعا. والحنطور. وكانوا يعني تحس ان في زحمه في الشوارع من كتر حياه اهل الاقصر دلوقتي عامله ازاي، وممكن وبالذات الاقصر يعني نعيدها ازاي تاني. بس هاخد حاجه زينب ونرجع نكمل كلام. حاجه زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. انا بحيي حضرتك جدا. طبعا قصه البرنامج وطبعا الاستاذ بسام الحقيقه يعني عالم من العلماء اللي بنعتز بيه كلنا يعني. ربنا يبارك له يا رب. ربنا يبارك لك يا رب. الله يخليك. ربنا يبارك. انا عاوز اتكلم في كام نقطه ورجاء يعني تعلق عليهم. اتفضل. احنا عاوزين الافلام الوثائقيه. ايوه. اللي بتسجل كل صغيره وكبيره لاثارنا. يعني دي الافلام دي على فكره لو عرضت في المدارس، واحنا كنا زمان بنفرح بالافلام الوثائقيه اللي بتجيلنا جدا، لان في نوع من التغيير والابهار. صح. فياريت يبقى التركيز واحنا في حالة طبعا سكون شوية من ناحية السياحة، يبقى التركيز على الآثار بتاعتنا اللي احنا عارفينها واللي مش عارفينها. صحيح. دي حاجة. طبعا. الحاجة التانية التثقيف العام زي ما حضرتك قلت لكيفية معاملة السائح. طبعا. مش في المدارس بس، يعني ياريت يبقى في برامج في التلفزيون، برامج مثلا في النوادي، في الندوات مثلا في اي في الاحياء في الاحياء مجلس الحي. مثلا مراكز الشباب دي حسنتي. مهمه جدا على فكره. احسنتي. دي حاجه كمان. يا ريت بقى يبقى في تعليم اللغه الهيروغليفيه بالمدارس للي عايز. الله عليك. مش منهج. احنا مش عاوزينها منهج، احنا عاوزينها دون اجبار بالظبط. يعني ومن غير اجبار هيحبوها اكتر. الله عليك. احنا عاوزينها كده. فيا ريت على فكره انا بشارك مع حضرتك من زمان في الاذاعه لو تتذكر حضرتك. الله. شكرا لك يا حاجه زينب. بنشكرك حبيبتي. شكرا على مداخلتك. قالت الحقيقه افكار رائعه. طح. طبعا هرجع للاقصر علشان عايزه ادخل كمان على الانشطه المستقبليه. تمام. الاقصر عايشين ازاي؟ ممكن نرجع لهم السياحه مره تانية، لان دي كانت دخلهم واكل عيشهم، والناس هناك كانت جميله قوي بتحب السياح، وكان في معروف الترجمان هناك اللي بيتكلم لغات كتير قوي، وممكن هو ما يعرفش مرة احسن يكتب عربي حتى. مليون مرة. يعني أنا في ناس شغالة على الفلايك ربنا يكرمهم من النوبيين العظام مثلا في أسوان، بيتكلموا لغات أكتر من أي خريج جامعة، وتحفة وبالأكسنت المظبوطة وباللكنة التمام التمام. عايز الأول أطمن الحاجة زينب بأن أنا في لقائي مع وزير التربية والتعليم قدمت له الاقتراح بأن احنا لو علمنا كل شهر حرف هيروغليفي كل شهر من وانت عندك 7 سنوات، وخد بالك الرموز الهيروغليفيه رسم. فما فيش احلى في فاكره احنا زمان طبعا كنا بنحب الرسم. مفيش احلى من ان بابا وماما يجيبوا لك ورقه والوان وتخبط شخابيط على راي الاستاذه عجرم. كويس. فلا انا مش هخليك تشخبط بقى، انا هخليك ترسم بومه والبومه حرف الميم، هخليك ترسم تعبان والتعبان حرف الفاء. وبالمناسبه السنة اللي جاية 2015 يديكم العمر والصحة إن شاء المولى عز وجل، كنا في اجتماع مهم جدا في دار المعارف، وهي يعني دار قومية وطنية على أعلى مستوى. بالمناسبة هي تاني دار نشر في تاريخ مصر بعد الأهرام، بتحتفل بمرور سنين معينة على إنشائها، وكانوا بيقولوا لنا احنا عايزين نعمل الاحتفالية. فأنا اقترحت على مجلس الإدارة وعلى لجنة الأمناء ان احنا نعمل الاحتفاليه ديت قدام ابو الهول، وينزل كلمه دار المعارف بالهيروغليفي، وان احنا نبدا نعمل ورش لتاريخ الكتابه للاطفال والمصريين. يعني نقف في الهرم في الاحتفاليه ونعمل ترابيزات ونجيب الاطفال ونقف احنا ونقول لهم تعالوا نكتب اسمكم بالهيروغليفي، مثلا الديموطيقي، الهيراطيقي، القبطي، اليوناني، لان اليونانيه دخلت في القبطي. يعني قصدي اقول لك هذا الميكس الجميل. انا اللي كان ليا تجربه في الموضوع ده مع بيت العيني. بيت العيني ده يا جماعه اللي هو ورا مسجد الازهر الشريف، ووزاره الثقافه التسليبيه بتاعت ثقافه الطفل، قلت لهم هنعمل كيف تكتب الهيروغليفيه. فمديره المكتب قالت لي كيف تكتب الهيروغليفيه، دول 6 سنوات و7 سنوات يا استاذ بس. قلت لها كيف تكتب، اسمع كلامي بس. فعملنا السيمينار ده يومين مع شباب قد كده اهو.
حبيبي. تاني يوم كانوا بيكتبوا اسمهم بالهيروغليفي، عندهم شغف غير طبيعي، والنهارده طفل زي ما انت عارفه اسرع في النمو من اي وقت مضى. طيب صحيح. نرجع مرجوعنا للاقصر. حادثه حصلت معايا انا شخصيا في الاقصر من حوالي كام اسبوع كده، وانا نازل بتمشى في الشوارع فجت لي كاريتا يا استاذ ومش عارف ايه وبتاع وبنتكلم بقى، فبيقول لي فبقول له يعني انا هتمشى لغايه المعبد او حاجه زي كده يعني، فقال لي اخدك بخمسة جنيه. المشوار اللي انا كنت هعمله ده عشان يتعمل بخمسة جنيه دي كارثه اقتصاديه بالنسبه له هو طبعا. بس خلاص. هو هيعمل ايه؟ زميلتي الناس اللي معاها من استراليا عيطوا لما لقوا العظم طالع من الحصينه علشان الحصينه ما بتاكلش في الصعيد وفي النوبه. طيب احنا عندنا كانت المشكله اللي كانت موجوده ما بين الدابوديه ومن طبعًا. الهلاليه طبعا. فانا اقترحت اقتراح، من الكوارث ومن رحم الكوارث يخرج احيانا الامل، احيانا الافكار والامل مش كده؟ لا هو مش احنا تملي بعد الضلمه بيبقى فيه فجر؟ صحيح. ما فيش يوم من غير فجر، ما شفناش في التاريخ ما فيش يوم من غير فجر. طيب انا قلت لهم تعالى ما اقول لكم ان على بعد 15 كيلو من اسوان كان هناك معبد رهيب اسمه معبد دابود. ها عايزين ايه بقى؟ دابود هذا المعبد بناه، خدي عندك، رعمسيس الثاني في الدوله الحديثه، ادي خالق اماني، وده من الاسره، ده من النوبيين، من ملوك النوبيين، ليه هرم في شمال السودان، هذا الملك اضاف، جاء بعد كده البطالمه اضافوا، بعد كده هو اوغسطس الامبراطور الروماني الشهير اضاف، الامبراطور تايبيريوس وهو مشهور جدا في اوروبا وفي التاريخ العالمي اضاف المعبد الرهيب ده. المعبد اللي كل الناس عايزه تضيف له ده ايه اهميته؟ اهميته ان هو كذا كذا ودابود وكذا والتاريخ بتاعه. للاسف الشديد لما جت اليونسكو ساعدتنا في الستينيات عشان نلحق المعابد بتاعتنا من الغرق في بحيره ناصر العظيمه تم انقاذ 16 وبعد كده زودوا بقت 19 اثر تم انقاذهم على ايد اليونسكو وربنا سبحانه وتعالى اكرمنا وانقذناهم. في اثار ما لحقناهاش ولسه قابعه لغايه دلوقتي، ومنها بالمناسبه 3 قلاع حربيه قديمه موجوده في قاع بحيره ناصر لغايه دلوقتي. وهرجع اقول لك ما تعملي سياحه بحيره ناصر ده يعني هتقولي لي تماسيح، هقول لك هتجيب لك سياح اكتر. هو انت لما بتروحي تايلاند من ضمن الحاجات اللي بتزوريها في تايلاند ايه؟ جزيره التماسيح والافيال، تروحي تشوفي الافيال وهي بتستحمى، عمرك شفتي؟ عاملينهم في بحيره وكل واحد راكب فوق فيل بيحميه. دي سياحه الحومه دي ولا سياحه الاستحمام دي ولا سياحه ايه؟ ومع هذا عامله سياحه تحفه وكلنا عايزين نروح نتفرج على الفيل وهو بيستحب. عمرك شفتي؟ طيب التماسيح وتاكيل التماسيح، تمسك مش عارف ايه وتروح تحدفها للتمساح تاكليه. تمساح. طيب انت عندك قطع معينه في بحيره ناصر النوبيين عارفينها كويس قوي. وعارفين اللي فيه موسم تزاوج فالتماسيح بتروح في الحته الفلانيه وبتجتمع في الحته الفلانيه واكثرهم متجمع هنا عشان الحته دي هم بيحبوها والحته دي فيها سمك والحته دي وهكذا. صحيح يعني ممكن يساعدوهم جدا. ده انت لو عملت سياحه التماسيح او سياحه السفاري او سياحه الحيوانات البريه حوالين بحيره ناصر خدي عندك مليارات داخله لاسوان. وكده بندي كمان فكره ثانيه لبره للسياح او للمناطق اللي احنا بنجذب فيها السياح، ان مش بس احنا عندنا الهرم وابو الهول والمعبد، ومش عندنا حاجات ثانيه حاجات جديده مش كده؟ ومش خدي بقى عندك لو تسمحي اللي جايه دي السياحه تساعد السياسه ازاي؟ ان انا مش عندي بس قبيلتين او ناسين بيضربوا بعض. يعني فكره ان انا الدابوديه والهلاليه والاخبار اللي انتشرت في الدنيا كلها ان في فتنه مش عارف ايه وبتاع في فتنه وكل حاجه وتتظبط ان شاء الله، لكن ما كل البلاد العالم فيها كده، لكن انا قصدي اقول برضو هذه الكارثه ممكن ان انت تحلها برضو ماديا. يعني انت عارفه المعبد بتاع دابود ده حصل فيه ايه؟ معبد دابود ده اتبعت هديه من الحكومه المصريه لاسبانيا شكرا على ان هم خدمونا. مستغربه شويه؟ المعبد راح هناك يعني؟ بتدي هديه معبد. ازاي الحال؟ اخباركم ايه؟ معبد بيتبعت هديه، هو الوحيد اتبعت معبد تاني لامريكا اسمه معبد دندور، وانا شخصيا اديت محاضره جوه المعبد ده في متحف المتروبوليتان في نيويورك. حصل امتى الكلام ده؟ الكلام ده في وقت بعد ما تم الانقاذ، بعد ما تم انقاذ المعابد في اليونسكو وقتها يمكن مصر ماديا ما كانتش قادره تهادي كده، بتتكلمي في الستينيات وبداوا يحطوه في بلادهم على اوائل السبعينيات. في اسبانيا الان في الباركا دي اوستيا اللي هو الحي الغربي بجانب قصر الملكيه بتاع اسبانيا يوجد ميدان، الميدان دوت ينتصفه ويتوسطه معبد دابود.
في مدينه انت بتتكلمي إيه بقى هذا المعبد مدريد، انت بتتكلمي بقى لما بتروحي مدريد مدريد بتروحي، فاذا هذه عاصمه السياحه. فانت بتروحي غرناطه وبتروحي اشبيليه وبتروحي مدريد وبتروحي الحتت ديت، ومدريد دي احنا يعني مدريد دي، مدريد دي جت منين؟ من مجريط. وكان ينتشر فيها المجاري المياه ومصارف المياه الجميله، فكثرت المجاري هي مجريط بالطاء، والمجريط بقت مدريد. واللي عملها المسلم اللي بناها المسلمين. فانا قصدي اقول لك دي كمان دندور، وانا هناك بعد ما خلصت يعني المعبد مش عندنا يا استاذ بسام للاسف، لكن في لكن في ايه بقى؟ في لما تيجي تتكلمي على السياحه الاسبانيه، ما انا بقول لك بقى دلوقتي مش هتقدري تروحي تقولي لهم هاتوا المعبد. ليه ما تقدروش تقولي لهم هاتوا المعبد؟ لان طبقا لقانون اليونسكو اللي حضرتك مضيتي عليه في السبعينيات من القرن الماضي، في ماده بنت لذينه كده اسمها ماده 4، نفسي وزاره الاثار كده تاخد كده حبوب الشجاعه كده، تلبس كده بقى يعني ملبوس الاسد الليث، ويطلعوا كده العالم يقولوا لهم الغوا ماده 4 والا هنسلخ من قانون اليونسكو. ايوه مصر لو انسلخت او هدت بالانسلاخ من قانون اليونسكو بتقلب الدنيا. الله دي مصر في ايه؟ ماده 4 بتقول لك ايه؟ بتقول لك اذا اهدت بلد اخر جزء من تراثها الثقافي باتفاق المسؤولين في البلد الاول، اصحاب التراث الحضاري ده، يشكل هذا الارث الثقافي جزء من الارث الثقافي للبلد الثاني. يا سلام. اما تيجي تاخد الجاكيت اللي انا لابسه كمان. طب امال الناس بقى عندها افكار بان هي تروج للسياحه بانها تطلع اثارنا بره دي، ترد عليها تقول لها ايه؟ ده انا ارد عليها وارد عليه واقول لهم انتوا الاسبوع اللي فات اتكلمتوا يا وزاره الاثار في الموضوع ده ومصرين تبعتوا اثارنا بره، واحنا بقى لنا 20 سنه عاملين انكم ما تبعتوش. واحد، انت في تذكره بتخش وفي ماده بتخش للبلد موافق، لكن السائح اللي شاف توت عنخ من بره هيجي يشوف عندك ايه؟ طبعا لا، فكره غريبه. واوعك تركن على حته انا عندي كتير دي، لان انا سمعتها من مسؤول كبير من يومين كده برضو على الهواء في قناه زميله لكم. هو انتوا فاكرين ان الصين لما تعمل ابو الهول بالحجم الطبيعي ده هيوقف الناس ان هم يجوا من الصين لمصر؟ ايوه. انا بقول لحضرتك يا مسؤول يا رئيس قطاع الاثار المحترم، لان انا وهو كنا على التليفون في المداخله، ايوه بيحصل. وحتى انا نصحته قلت له احسب كده مع وزاره السياحه، من اول ما ابو الهول الصيني اللي اتعمل ده واللي احنا حاربناه من يومين ده النهارده والسنه اللي جايه من نفس الميعاد، شوف عدد الصينيين قل ولا ما قلش. اكيد طبعا. زائد الافلام التسجيليه اللي بتتكلم عليها الحاجه زينب، طب ايش دراكي ان حد من هوليود يروح يسجل فيلم قدام ابو الهول اللي ما اللي ما معمول بالكونكريت ومعمول بالخرسانه مش عارف ايه بتاع في الصين، ويعمل فيلم يهود فيه التاريخ. ما احنا عارفين هوليود كلها يهوديه، هو انتوا لسه هتصحوا على الحقيقه ديت؟ امال ستيفن سبيلبرج اخباره ايه؟ لما عمل برنس اوف ايجيبت وبرضه نيام نيام، برنس اوف ايجيبت ده حته فيلم كرتون للاطفال. شوف بيلعب فين؟ طبعا طبعا طبعا. افريقه بيلعب للطفل بيقول له بني اسرائيل هي اللي بنت مصر. خلاص؟ فمين ايش دراك؟ الجميل بقى في الموضوع ان لما الوكالات اتصلت بيا وعملنا الحمله على الفيس بالرفض وطلعنا واتكلمنا، حصل حاجة جميلة من الدولة. هنا بقى الإيجابية. امبارح رحت قاري في الأخبار على طول. على طول هيئة قضايا الدولة طلبت الملف من الوزارة، والنهاردة وزير الآثار بيتكلم على اليونسكو إن هو هيكلم اليونسكو على إنها تجيب لنا حقنا من الصين. الحمد لله يا رب. أنا بشكرك أستاذ بسام، القعدة معاك ممتعة الحقيقة، ما بنزهقش منها، ما بنزهقش من كلامنا على السياحة، لأن إحنا بنتمنى حقيقي إن إحنا الكيرف يختلف تماما، المنحنى كله يتجه إلى الأعلى إن شاء الله. بشكرك على وجودك معانا النهاردة، وبشكر كل السادة المشاهدين على حسن المتابعة. وإلى اللقاء. في عز ما تكون الدنيا